شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنعقد في مدينة شرم الشيخ برعاية الأمم المتحدة. المؤتمر الذي يعقد على مدار 5 أيام حضر جلسته الافتتاحية عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة والهيئات، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات الأجنبية والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وأشار مدبولي خلال كلمته إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والرقابة على المؤسسات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعكس التوجهات العالمية والإقليمية وأهداف الأمم المتحدة. نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالأستاذ عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافية. برحب بك يا أستاذ عاصم. ويمكن كثير من المؤتمرات والفعاليات والتصريحات التي تتحدث طوال الوقت عن مكافحة الفساد وعن وضع آليات وعن محاولات تجفيف منابع الفساد، لكن عندما نقف الآن لنقيم ما يحدث في ملف إدارة الفساد، إلى أي مدى بتشوف إن احنا خدنا خطوات إلى الأمام، أو أن مصر يعني خدت خطوات إلى الأمام في هذا الاتجاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم نعي تماما أن وجود مثل هذا المؤتمر في التوقيت الحالي لمصر هو شيء جيد للغاية، بيأكد أن الدولة المصرية في سبيلها أو في جديتها لمكافحة الفساد وليس القضاء عليه بصفة عامة زي ما احنا نلاحظ. إنما لما نيجي نتكلم على هل الدولة المصرية استطاعت في خلال الفترة السابقة الحد من الفساد، هنا في علامة استفهام يجب ان احنا نبص لها ونبص للآليات اللي استخدمتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد. لو نظرنا الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الاولى اللي هي كانت في الفترة من 2014 ل 2018، طلعت الجهات الرسمية وقالت ان تم تحقيق حوالي 98 او 99% من بنسبة نجاح 98 او 99% من اهداف هذه الخطة. طبعا احنا لو بصينا ليها طبعا الارقام او النسب اللي بتتقال قد يكون فيها نوع من التجاوز او نوع من المبالغه الشديده، ولكن ما عندناش الاليات او الامكانيات اللي احنا تتيح لنا التحقق من هذه النسب. لما نيجي نبص للاهداف اللي هي طلبتها او طلبت تحقيقها الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد خلال الفتره من 2018 ل 2022، يعني هي بالظبط النهارده عدى عليها 3 سنوات من الارقام. يعني المفروض العام المقبل نكون خلاص انهينا هذه الاستراتيجيه. في ديسمبر 2022 بنكون انهينا هذه الخطه الاستراتيجيه. لو جينا بصينا عليها بتعمق وبصينا للاهداف اللي هي كانت موضوعه، لو تناولناها بشيء من الاختصار نوعا ما، هي كانت بتهدف لتطوير جهاز اداري كفء وفعال. هل تمام. الجهاز الاداري اللي احنا شايفينه النهارده قد وصل ل 75% من كفاءته وفعاليته اللي احنا طالبين تحقيقها؟ دي برضه بيكون عليها علامه استفهام. لو جينا وقلنا ان الهدف الثاني هو تقديم خدمات عامه وذات جوده عاليه، هل النهارده المواطن المصري بيشعر بالجوده في الخدمه المقدمه ليه وفي التوقيت المناسب وبالتكلفه اللي بتتناسب داخل الاسره المصريه؟ يعني حضرتك عندما طلبتوني كان قبل ما تطلبوني مباشره احدى السيدات من الاسكندريه بتصرخ وبتقول لي سحبوا مني الكارت الائتمان بتاع المعاش ودوني ورقه قالوا لي يطلع بيها مكتب البريد الشهر الجاي واللي بعديه وبعد كده هنبعت لك كارت ثاني. طب الكارت الثاني اللي هيطلع ده ايه لازمه ان انت تاخده مني الكارت الاولاني وتديني الكارت الثاني؟ بتقول له مكاتب البريد بتبقى مكتظه بالناس، قال لها يا ستي باتي من بالليل لغايه الصبح عشان تاخدي في الطابور. دي حاجات الست بتصرخ وبتقول انا معاشي يا دوبك بيكفيني 10 15 يوم، لما ياخدوها مني دلوقتي ويقولوا لي تعالي اول الشهر، طب انا هعيش ازاي واقدر اصرف ازاي المعاش اللي انا كنت باخده؟ نيجي نبص للهدف الثالث او الرابع من التطوير البنيه التشريعيه الداعمه لمكافحه الفساد. هل البنيه التشريعيه اللي احنا بنشوفها النهارده في خلال ثلاث ارباع المرحله اللي احنا بنتكلم فيها، هل البنية التشريعية تم إنجاز 75% منها؟ أشك في هذا. إحنا عندنا أنت عارف حضرتك زخم من التشريعات وكلها معوقة لمكافحة الفساد اللي إحنا بننادي به. عندنا مجموعة من التشريعات يمكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده في حلقات سابقة
تشريعات معوقه لامكانيه مكافحه الفساد وقد تكون قنينه لفساد. عندنا مجموعه من التشريعات تم فعلا تعديل بعضها ولكن ليست بالكم او بالكيفيه اللي احنا ممكن نقول انها قادره على مكافحه الفساد. عندنا طول امد التقاضي اللي احنا شايفينه النهارده ان الواحد الوريث هو يدوبك اللي بيقدر يتحصل على حقوق ابوه او جده كمان اذا امكن. يبقى بالتالي احنا نقدر نقول ان نشك في تطوير البنيه التشريعيه في خلال السنه الباقيه. لما نيجي نتكلم على تفعيل اليات الشفافيه، تعرف ان الشفافيه طيب يعني الكلام حضرتك بيجمل او يعني يمكن اجماله بانه لا احنا لسه قدامنا كتير علشان نحقق حتى الاستراتيجيه الوطنيه اللي تم الاعلان عنها لمكافحه الفساد. فلو بتدينا في دقيقه واحده كده توصيات سريعه ايه اللي ممكن يحصل خلال السنه اللي جايه لادراك ما فات او لمحاوله تصحيح المسار؟ الاراده هي كلمه واحده نقدر نقولها، الاراده. اذا توفرت الاراده عندنا، اذا توفرت الامكانيات عندنا، إذا توفرت الثقافة عندنا لمكافحة الفساد، إذا توفرت الثقة بين الناس وبين السلطة التنفيذية في إنها قادرة على إذا توفرت مستوى المعيشة اللي إحنا بنطمح به، إذا توفرت التعليم الجيد اللي إحنا بنتمناه، إذا توفرت الصحة اللي إحنا بنطمح فيها النهاردة بتكلفة أقل وبجودة عالية زي ما إحنا بنطمح وبنتمنى، نقدر نقول ان احنا يعني في خطوه جاده لمكافحه الفساد. يبقى احنا عندنا في البدايه والله حضرتك اجملتها بشكل جيد جدا، بشكرك عليها الاستاذ عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافيه، شكرا على هذه المعلومات.